تحية رياضية لكم مشاهدينا وما كنتم عم تتابعونا. اليوم ختام الجولة 18 من بطولة ألفا لكرة القدم. أفضل من هيك تحية عبر شاشة الجديد، جمهور كبير اليوم عم بيواكب هالمباراة. طبعا هيدي التحية يلي عم بتحدث عنها، رح بكل اللحظات مع تحية الجماهير النجماوية والأنصارية المتواجدة بملعب سور البلدية. طبعا معتز بالله جنادي بالوقت هناك لحظة انطلاق. اذا المباراة حكم الرئيسي ابتعاده عن مستواه، شوفوا هالخطأ وشوفوا هالانطلاق. شبريكو على مشارف منطقة الجزاء، ممكن يسدد بمر شبريكو 1-0 ممكن، انما الكرة بتخلص باللحظة الأخيرة. التغطية الدفاعية من بيتر بلانش كانت مميزة جدا، وهيدي الكرة العرضية وممكن الخطورة الأنصارية داخل منطقة الجزاء، ولا زالت الخطورة قائمة. كثير صعب المباراة تنتهي بالتعادل السلبي. وقت نيكولاس كافي بيخطف الكرة، خالد التكجي موجود على الطرف الأيمن، بتوصل الكرة عند خالد التكجي، خالد ممكن يمر بيلعب كرة عرضية خطيرة، ممكن أول جول، ممكن أول هدف المباراة، ممكن أول جول، جول جول جول. عبد الرزاق حسام بنكهة لبنانية سورية. مباراة تتم، شوفوا شوفوا جمهور النجمة، شوفوا الفرحة النجماوية، وشوفوا فرحة لعبد الرزاق حسام عم يتوجه إلى جمهور النجمة، وهيدي القبلة للنجماويين. الإنذار الكبير كان شديد اللهجة من الأنصاريين بالدقيقة الأولى، إنما الرد كان سريع وسريع جدا بعد خطأ كان لمحمد كرحاني. خطف الكرة نيكولاس كافي، لعب الكرة باتجاهه لخالد التكجي، والأخير كرة العرضية خاصة بالتغطية الدفاعية. نيكولاس كافي تكجي جابي، أوه ولا تمريرة يا خالد تكجي، طبعا لقطة يا جيلبير. نيكولاس كافي حاليا تكمل الهجمة، كافي داخل منطقة الجزاء، ممكن جول تسديد، شو حاب تعمل يا نيكولاس كافي؟ طبعا كل هالرؤوس رح تكون موجودة لملاقات الكرة، هيدي العرضية لداخل المنطقة، وهيدي الرأسية والخطورة النجماوية، وهيدي الأكروباتية، أوه ولا تمريرة، أعطى المجال لنادر مطر على الجهة اليمنى. نادر عنده كرات عرضية فعلا خطيرة بالوقت لخالد التكجي، بيسدد مباشرة باتجاه المرمى. أكيد طبعا ما بنتمنى الاذى لاي حدا، والكل ما معقول حصل لمحمد بلا مرور بيتقدم ولا عرضيه يا جول جول، مش معقول شو عم بيصير، ممكن يا جول 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 جول. مع مجانين النجمه مثل ما كنا عم نقول، خالد النجمه، الاسم الخالد بالنجمه، عم بيسدد وعم بيسجل وعم بيهز الشباك. النجم 2 الانصار 0، غليان وبركان بارض ملعب سور البلدي. هيدول الاف النجمه، مجانين النجمه، وخالد التكجي عم بيهدي الجول للجمهور، عم بيهدي الجول لكل متابعي النجمه. بمر لعند رتشي، تاخرت يا رتشي، حضر رتشي لعب العرضيه داخل على البطل، جول جول جول. ما معقول الكره، الكره اصطدمت بالعارضه، العارضه الانصاريه ايضا وقفت امامه لمحمود الزغبي. للقرح للزغبي حاليا على المرور من الشبريكو، الزغبي عم يحجز اكرو معطيه الزغبي، هناك ركله جزاء، ركله جزاء للانصار، ركله جزاء للانصار. المباراه ناريه فعلا ناريه، انا بقول رح يوضعها على يسار ولا بتكتو، خلينا نشوف ولا حيسدد راتشي. راتشي عم يتقدم، راتشي بيسدد على يسار، جول 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 جول. راتشي البرازيلي عم بيعود بالمباراه على يسار للتكتوك، باليسار على يسار للتكتوك، عم بيهدي هدف تقليص الفارق للانصار، باليسار عم بيعود بالانصار الى سكه المباراه. مجددا تحيه لكم مشاهدينا وما كنتم عم تتابعونا. وقت زميلنا علي صولي عم بفيدنا على انه مباراه العهد والنبشيت انتهت بفوز النبشيت 2-1. هيدا الزغبي وهيدا جول، الحركة الدفاعية المثالية. إذا مع التمرير عند عبد الرزاق حسين على الجهة اليمنى، عبد الرزاق بيحاول يمر، بيخطف الكرة، بيمر عبد الرزاق، بيسدد مباشرة باتجاه المرمى. لا يا عبد الرزاق، من لحظة دخوله إلى أرض الملعب الكرة عم تلعب طويلة لعند نيكولاس كافي. جميلة التمريرة، جميلة جدا التمريرة، نيكولاس كافي بيلعبها لعند خالد التكجي، خالد الرايق اليوم ممكن يمر من مطي، خالد بيتقدم بيسدد مباشرة، إنما الكرة عم تروح مكان. الكافي بيلعبها لعند الحمود، التمريره الاماميه مقطوعه مجددا. الانصار تائه باللحظات، يعني عليهم تسريع ايقاع اللعب اكثر، قلنا الجمله اكثر من مره وعم نعيدها وعم نكررها. والكره خطا كبير من دفاع النجمه، علاء البابا بيسدد الكره جنب القائم الايسر، شو عم تعمل وشو عم بتضيع يا علاء البابا؟
ايضا مع نادر مطر عنده امكانيات وقادر انه يخرج النجمه مع مازن جمال. هيدا الون تو، هيدا الانطلاق النجموي، وهيدا نادر مطر. يا سلام للاعيب، يا سلام للاعيب نادر مطر. بمر ممكن يعكس على الكره، ممكن التسديد خلف الكاش. لا 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 لا، ما معقول. خالد التكجي تسديد ذكي جدا كانت. شوف الحمايه للكره كانت، ولا زالت الكره داخل ارض الملعب. دفاع النجمه عم يخطئ على الاتات، بامكانه يمر، بامكانه يمر، بيسدد على الاتات. معقول أكيد كتير كبير عند النجماويين بمباراة اليوم. هيدي التمريرة الأمامية، أكرم مغربي، شوفوا بأي طريقة كان عم بمرر أكرم، وأيضا نادر مطر. أكرم مغربي كرة عرضية لداخل المنطقة، ممكن جول، ممكن جول. عبد الرزاق حسين بيسدد على الطاير. نصار بيحاول يمر، كرة طولة عند نجدي، نجدي بعده عم يتقدم بها الكرة، بيلعب كرة طولة عند علي الأتات، موجود على البابا على الجهة اليمنى، إنما هي تمريرة لعند بيتو. نجدي بيسدد، ايضا بيتو ممكن هدف التعادل. بيتو بيسجل جول، جول، جول. بيتو البرازيلي ادخل الفرحه الى قلوب الانصاريين بالوقت القاتل. هيدا الشيء اللي شرب منه النجماويين، يلي شرب منه الانصاريين بذهاب البطوله بهدفه لاكرم مغربي. انما بيتو عم يرجع يعيد الزمن من جديد ويقول للنجماويين بدكم تعيشوا نفس اللحظات، نفس الثواني اللي عشناها بمرحله الذهاب. اذا المشاهد يلي عم تشوفوها مشاهدينا هي ما حصل بسياق المباراة بآخرها، علي، وقوع السياج بالمدرج المواجه للمنصة. هيدا السياج أصلاً اللي يمكن لو الجمهور كان مهديه كان واقع من أول شوط، لأنه كان ضغط الجمهور اللي كتير كبير، فات جمهور أكثر ما بيستوعب هالمدرج، وهيدي مشكلة التنظيم.